سبب التوجد ديالي يعني انا العروسه ماكيات وتكلف بها صالون جواد، لانني كنت انا خارج مراكش واخا جيت جي عيان ومريض، جيت نحضر معها نفرح معها ونفرح مع العريس كذلك. وكنشكر هاد الشباب اللي يعني الشباب المغاربه اللي تبارك الله عليهم كيقوم بهذه الاعمال، يعني راه بالنسبه راه قدوه. هذه كنتمنى ان من الفنانين وان من اي انسان عنده واحد الميتيه ولا واحد الحرفه اللي كيدخل منها الفلوس يساند ولو بالقليل. قصتي محمد حساب مون بيبي، كنت انا باغمي الناس اللي تهاجمت واللي تشهر بيا واللي تهدد، سواء في السناب سواء في لي باج انستغرام. ومؤخرا نيت مؤخرا دي باج في انستغرام كان شي شهر وهذا، ولكن الحمد لله خرج القانون ديال التشهير، كان الحمد لله وكنشكره. ولكن ما قلت لك السي الحموشي والفرقه الوطنيه راه قيمه بالعمل ديالها، يعني الانسان اللي كان داير الذنب راه يستاهل العقوبه، الانسان اللي كان بريء راه يخرج برا هادشي اللي كيما قلت لها. امي ما بعزيه صديقه واخت لا غير، امي ما بعزيه بزاف الناس يشوفوها معايا باسكو كيطلبوا مني عافاك واش عندك رقم الهاتف باش تغني معنا. وكذلك وقت ما بعض الخطرات الناس يقولوا تيطلبوها مني، وكنشوف لها خدمات بهذا المصطلح هذا، يعني صديقه واخت لا غير. هي الناس شويه الله يهدي ما خلق، ماشي بالضبط بالحساب، بسبب الحساب وبعض الناس بعد العناصر هنا في المغرب. يعني حنا شويه المغاربه ماشي كلشي، تنقول بعض المغاربه حقارين، يعني كتلقى تحط البوست ديالك التصويره ديالك كيعايروك على شكلك، يعني الخلقه ديال الله سبحانه وتعالى غليظ رقيق عوج عور، ما كيعرفوش ان الله اللي خلق ذاك الانسان وراضي به الله. ما ذاك الانسان عنده صحته والحمد لله كيشوف هذاك خصو يحمد الله، يعني انت رقيق اشنو قادر برق، انا غليظ الحمد لله خدام وبخير اللهم لك الحمد. الانسان كيتدخل في خصوصياتك كيطعنك في شرفك، كتلقى دي بوست ديالك تصابر كيعايروك شويه هذاك تنقولوا يا اسفه يا اسفه على ان احنا في 2020 والناس باقا تستهزئ بولاد الشعب ديالهم، اللي كيشوف واحد الشاب اللي بدا من ازيرو وان شاء الله يعني خدم في المغرب وخارج المغرب وفي دول خليجيه وفي اوروبا، وان شاء الله كاينين دورات اخرين في كندا وداك الشيء. يعني الانسان خصو يفرح بولد بلاده، يعني انا مغربي جون مراكشي اللي ولد ازيرو ولد حي شعبي كور راسه، خص بنادم يدفع بك ويشجعك، ماشي يحطمك باللي كومونتير السالبين. بغيت نقول لهم تبارك الله عليكم، وحنا جد سعيدين اننا نكون معكم في هذا الحفل هذا، والله يوفقكم ان شاء الله بالدرية الصالحة يا مولانا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنسوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.